بسم الله وكفى والحمد لله. فإن تولوا فإنما عليك، مو مع الرسول البلاغ. فإن تولوا، وأغلبهم في الحالة دي عبر تلك الأمم الكلها بما فيها الأمة العربية التي لم يأتيها نذير إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، قدر حسب المعهود هي نابعة من سيدنا إسماعيل، من نسل سيدنا إسماعيل عليه السلام، لكن بعده لم يظهر في أرض العرب وبين ظهرانيهم أي نبي إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.